أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. من هنا لا بد أن نتجه إلى بيان المراد من هذه الرواية. ما هو المراد منها العرض؟ طبعا هذه النصوص، النصوص المستفيضة بل المتواترة بتعبير الشيخ اللنكراني قدس الله نفسه، هذه النصوص تقول لنا أنه لا بد أن يعرض على ماذا؟ على كتاب الله. والعرض يقتضي أن له لهذا المعروض جذر وأصل وين؟ في كتاب الله. وإلا إذا لم يكن له لا جذر ولا أصل، لا عموما ولا إطلاقا ولا نظرية ولا أي شيء، ما موجود في القرآن أساسا، العرض يكون ماذا؟ لغو سالب بانتفاء الموضوع، ما موجود في القرآن حتى أنا أعرضه على القرآن. ولكن من خلال روايات العرض نستكشف أن كل ما صدر عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام أصوله، جذوره، حقيقته، أصله وين موجود؟ موجود في القرآن. وإلا لما قالوا لنا كل ما صدر منا اعرضوه على كتاب ربنا، فإن لم تجدوا له أصلا وجذرا وحقيقة في القرآن وشاهدا في القرآن، إذا صدر منا أو لم يصدر منا؟ لم يصدر منا. لماذا؟ لأنهم هم القرآن الناطق إخواني، هم القرآن النازل، هم لا يقولون شيء وراء ماذا؟ وراء معارف القرآن. والقرآن ليس ناقصا حتى هم ماذا؟ ها؟ حتى يتمموه لنا. القرآن نور، القرآن تبيان، القرآن وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، لا أقل، لكل شيء يرتبط بكمالكم. إذن القرآن ليس ناقصا حتى يحتاج. ومن هنا ترد هذه الإشكالية إخواني الأعزاء، خلي أطرحها ولو لدقيقتين، ترد الإشكالية. خب إذا كان القرآن تاما وكاملا وكان نورا، إذن ما هي الحاجة إلى من؟ إلى العترة. هذه هي الإشكالية اللي تذكر عادة من مدرسة الصحابة. إذن لابد أن تلتزموا في الرتبة السابقة بنقص القرآن حتى يتمم من قبل من؟ من قبل العترة. الجواب لا. أولا هذا منقوض بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، لأن القرآن قال لنا لتبين للناس ما نزل إليهم. فلو كان القرآن كاملا وبيانا وتبيانا، بعد نحتاج إلى رسول الله لبيان رسول الله أو لا نحتاج؟ لا نحتاج، مع أن صريح القرآن يقول لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن إذا جاء البيان أو التبيين ليس بالضرورة أن المبين في نفسه ماذا؟ ناقصه. إذن ما هي وجه الحاجة؟ الجواب إخواني الأعزاء، مو القرآن، التفتوا إلى هالجملة، احفظوها إخواني، لأن هاي من الإشكالات السيالة والسيارة في كلمات مدرسة الصحابة. ليس القرآن محتاجا إلى العترة، بل العترة محتاجة إلى ماذا؟ إلى القرآن. بعد حديث الثقلين ماذا يقول؟ حديث الثقلين يقول أنتم لكي تفهموا القرآن تحتاجون إلى من؟ إلى العترة. فرق كبير بين أن نقول أن القرآن محتاج إلى العترة حتى تقولون يلزم منه شو؟ النقص. وبين أن أقول أنا هذا الكتاب لكي أفهمه أحتاج إلى من؟ إلى العترة. فالحاجة مني مو الحاجة من القرآن، حاجتي لأني لا أستطيع، من قبيل كتاب عميق، التفتوا جيدا، في الطب، في الهندسة، في الكيمياء، في الفلسفة، في أي كتاب أنت تحتاج إلى الأستاذ، والكتاب واضح بين، تحتاج إلى الأستاذ، الكتاب يحتاج إلى مبين له، أنت تحتاج إلى أن تفهم الكتاب، أنت تحتاج إلى الأستاذ ليبين، فالحاجة منا. وبعبارة أخرى القرآن ثبوتا لا يحتاج إلى أحد، وإثباتا لكي نفهمه نحتاج ماذا؟ نحتاج إلى أحد. جيد،